مكملين معاكم سلسله فقراتنا في طبيب بالبلد. مؤلفات واختراعات كتير عن ازاي ممكن نفتح بشرتنا، او عن ازاي بشرتي مثلا تكون اصغر سنا، او ازاي ان انا اقدر اتخلص من الهالات والتصبغات لا حصر له من المشاكل. وجود البشرة عشان تحمي صحتنا الداخلية من العوامل الخارجية، عشان كده هي اللي بيكون اللي بتكون ظاهر عليها اي مشاكل. في بنات وسيدات كتير قوي اهتمامهم بشرتهم كبير بيخليهم دايما في نظر الناس اصغر سنا عن عمرهم الطبيعي. خلينا نعرف في مجموعة حلقات متنوعة عن اهمية البشرة وعن طرق الاهتمام بيها علشان نفضل سننا صغير وما نكبرش ابدا ان شاء الله. مع دكتور دينا ابو السعود، برحب بيك يا دكتور. ازيك يا مايا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عايزين نفضل صغيرين يا دكتور، عندك حل للموضوع ده؟ طبعا، يعني انا بقول فعلا السن في البطاقه، يعني مهم قوي ان اي ست في اي عمر تفضل جميله، ولازم تحافظ على جمالها وما تخافش من السن. يعني مهما كبرتي بس عرفتي تحافظي وتبقي ذكيه وعرفتي تحافظي على جمال بشرتك، انك تستخدمي كريم فيه ترطيب، فيه مضادات اكسده، فيه انتي رينكل مضاد للتجاعيد، فيه انتي ايج، فيه كريم يقدر يفتح التصبغات. اعتقد انك انت لو بقيتي ذكيه واستخدمتي كريم فيه كل الحاجات دي بلس الفيتامينز وشربنا ميه كويس وامتنعنا عن التدخين وإن احنا كمان ناكل أكل صحي، أعتقد مهما كبرتي مش هيبان عليكي سن. طب دكتور، على فكرة احنا يعني بنحاول نتذاكى في الموضوع ده، فبنقعد نهدر فلوسنا ووقتنا في منتجات كتير قوي ما بتجيبش نتيجة. يعني أنا أتحدى أي حد يكون بيتفرج عليا إلا إذا عنده كده درج خاص بيه أو شنطة كده فيها كل المنتجات اللي احنا جبناها قبل كده وجربناها مرة واتنين وتلاتة وخلقنا ده ما عرفناش نكمل فيها. ازاي نقدر نواظب يا دكتور على حاجه زي ما انت بتقولي كده ونكون اذكياء بتجمع بين كل ده؟ يمكن قبل ما كريم بينك ينزل كل واحده فينا كان عندها الست اللي بتقولي عليها كريم نهار، كريم ليل، سيرم فيتامين سي، كريم انتي ايج، واكيد حد فينا لازم ينسى ستيب. بس الحقيقه بعد ما كريم بينك نزل الماركت بقى حاجه سهله جدا، بيستخدم مرتين في اليوم، بيستخدم مرة صباحا ومرة مساء، ونقدر بكريم بينكي ان احنا نستغنى عن كريم الترطيب، كريم التفتيح، كريم انتي رينكل، وكريم انتي ايج وفيتامين سي، لان كريم بينكي كل مكوناته طبيعية، والحلو اللي فيه انه خالي من العطور وخالي من المواد الحافظة. جميل، حلو قوي. يعني نقدر نقول ان هو ستة في واحد؟ طبعا، يعني انا نشيل بقى كل المنتجات دي ونقدر نستخدم كريم بينكي. طب هسألك سؤال، هل ده بيأثر على فعاليته ان هو يكون كريم واحد فيه كل ده، ولا ده ما بيأثرش على الفعالية خالص؟ لا لا لا، كريم بينكي اولا الفيدباك بتاعه رائع، كل الستات من جميع البشرات استخدمت كريم بينكي لقيت نتيجة حلوة. دي حقيقة بصراحة، دي حقيقة، أنا بسمع الفيدباك والناس بتسألني برضو زيك. لا في الحقيقة دي كمان بتديني، أنا بتبسط جدا، يعني بتعب جدا في شغلي جدا، لكن التعب بيتقلب معايا راحة لما بلاقي الفيدباك. أكتر حاجة الناس بتشكر فيها يا دكتور إن هو بيفتح على طول. قولنا ده إزاي؟ أصل موضوع التفتيح ده على فكرة بياخد وقت طويل قوي. إزاي هما بيلاحظوا النتيجة دي بسرعة؟ كريم بينكي أنا على طول بقول إن هو بيفتح 5 أضعاف أي منتج تاني. ازاي كريم بينكي قدر يفتح بسرعه؟ لان هو في كذا مكون فيهم بيستهدف قصه التفتيح. خلي بالك برضو على شرط ان المكونات كمان كلها طبيعيه. فدي حاجه كويسه. يعني ان هو يعالج 5 مرات او يفتح 5 مرات بمكونات طبيعيه، دي حاجه هايله. بالظبط بالظبط. يمكن لو هتكلم على التصبغات، احنا عندنا مشكله تصبغات قويه جدا، من أهمها الهالات السوداء، وأنا بشوف هالات سوداء يا مي مش بس في السن الكبير، بتشوفيه في جميع الأعمار. طبعا عندنا قصة النمش، بنات بتحب النمش، في بنات بتحب النمش الخفيف، لكن لو النمش بقى زاد بيبقى المنظر مش لطيف خالص، وبتشوفي نمش كمان في بنات في العشرينات. عندي التصبغات الناتجة عن الشمس، عندي كلف الحمل، عشان كده يمكن ستات تقولي يا دكتورة دينا أنا حامل، بقولها استخدمي كريم بينكي آمن جدا في أي شهر.
عندي أدوية برضو زي بعض أنواع الكورتيزون وكده بتغمق البشرة، تغيير الهرمونات بتغمق البشرة. كريم بينكي بمكوناته اللي تقدر تفتح، عندي عرق السوس، عندي التوت البري، عندي مادة مهمة جدا اللي هي فيتامين سي. فيتامين سي من أهم الفيتامينات عشان بشرتي تفضل في شباب دائم. فيتامين سي بيقدر ينشط لي الكولاجين. الكولاجين بعد سن 25 سنة نسبته بتقل، فباستخدام فيتامين سي نقدر ننشط الكولاجين. وكمان عندي مادة مهمة قوي بتفتح اللي هي مادة السلاسين. المادة دي بتقدر تزيل الخلايا الميتة اللي اوريدي غمقتني. أوكي. الخلايا الميتة دي هي اللي بتعمل أكسدة للبشرة وبتعمل تصبغات، فبمادة السلاسين أقدر أزيل الخلايا الميتة. وعندي زبدة شيا وزبدة كاكاو إن أنا بعد ما عملت البيلينج أقدر أرطب بشرتي. طيب دكتور، دلوقتي زي ما قلتي أنا دلوقتي اقتنعت فعلا أنه هو بيفتح فعلا بسرعة وعرفت السبب، وإن عرف السبب بطل العجب. طيب دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا أصحاب البشرة الدهنية وأصحاب البشرة الحساسة هيقولوا طب ما احنا كمان عايزين نفتح بشرتنا، نعمل ايه؟ أولا بينكي مكتوب عليه mainly for sensitive skin، يعني هو بالأخص لأصحاب البشرة الحساسة. فدي حاجة حلوة، وبالذات البشرة الحساسة بتخاف جدا من اقتناء أي كريم، لأن هي أصلا بتتحسس من غير ما تحط أي حاجة على بشرة. ده لو حطت شوية ميك اب وشالته هتلاقي وشها بقى أحمر. صحيح. عندي داخل كريم بينكي لحاء الصفصاف مناسب جدا لأنه بيشتغل مضاد للالتهابات، وعندي معدن الزنك. ما نخافش يعني أصحاب البشرة الحساسة وأصحاب البشرة الدهنية عادي يعني. تمام. وتحت العين حتة حساسة هستخدمه. طبعا أصحاب البشرة الدهنية لازم أقول لهم إن هم يستخدموا كريم بينكي لأنه داخله مستخلص الشاي الأخضر، هم عارفين قد إيه الشاي الأخضر مهم ليهم. بس ينظفوا بقى بشرتهم الأول قبل ما يستخدموه بطريقة معينة طبعًا. مثلا؟ طبعا. هو لازم أنظف بشرتي بالغسول المناسب لطبيعة بشرتي. قولي في كل سنة اسألوا لنا الدكتورة دينا نستخدم ايه. فعايز اقول ان شركة ميرتي طرحت صابونة طبية لازم تستخدموها مع بينكي. اولا بينكي بيتحط للبشرة، لازم تبقى بشرتي نظيفة، فبستخدم صابونة بينكي. عندنا خمس انواع، عندنا بالعسل والشوفان، عندنا بالطمي المغربي، عندنا بزيت جنين القمح، وعندنا بالتوت البري. كلمونا عن طريق رقم اللي ظهر على الشاشة، عندنا منتجات حلوة كتير جدا وبنوصل لحد باب البيت. حلو قوي. يعني احنا دلوقتي زي ما نكون كده عملنا كماشة على البشرة، على اساس انه لما نيجي نستخدم كريم بينكي يجيب معينا افضل النتائج، لانه هنبقى مستخدمين قبليه الصابونة الخاصة بنوع بشرتنا. انت عارفة طبعا الصابون لدور البشرة جامد، ولكن لما تبقى صابونة طبية ده هيساعد اكتر على الاستمرار على الروتين اللي احنا بنتكلم عنه. بشكرك يا دكتور، نورتينا واسعدتينا بوجودك معنا جدا. كان معانا النهاردة دكتور دينا ابو الصعب. اشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرات طبيب البلد. اشوفكم على خير، ميل بحيث.